أهلا وسهلا، اسمي جولا نار، درزية إسرائيلية وأعيش في دولة إسرائيل، وهي الدولة التي يعيش بها يهود، مسلمون، مسيحيون، دروز وديانات أخرى سويا. سننطلق معنا اليوم في رحلة نلتقي بها بشخصيات عربية إسرائيلية من أبناء الطائفة الإسلامية. تعالوا معي. نحن نقيم محطتنا الأولى في أبو غوش، وهنا سوف نلتقي برئيس البلدية سليم جبر. إحنا على أبواب القدس، إحنا جميع الحجاج اللي بيزوروا الأماكن المقدسة وبيجوا على البلاد من جان الحج، إذا على الخليل أو على بيت لحم أو على القدس، بمركم من أبو غوش. فتابوت العهد كان في أبو غوش 20 سنة، لحد أجاء إلى البلد على المنطقة هون النبي داود وأخذ تابوت العهد إلى بيت المقدس. إحنا العرب واليهود مش ولاد عام، إحنا أخوة. إحنا أخوة في الدين وأخوة في الإيمان. أول من آمن بالله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم أبو العرب وأبو اليهود، نفس شو مكتوب في التوراة مكتوب في القرآن. الحرب مش على الدين، الحرب على الكرسي. في أبو غوش في عنا كان أزمة سكن، وطلبنا توسيع الخارطة الهيكلية، فالحكومة مولت 30 مليون شيكل في الثلاث أربع سنين الأخيرة، وطلبت أراضي من الكيبوتسات، مئات الدنومات، ألوف الوحدات السكنية. هذا بدل على حسن الجوار بيننا وبين القرى المجاورة. كان عندهم إحساس إن أبو غوش جزء لا يتجزأ من الدولة، فمشان هيك ما أرضوش، وإحنا مفخورين في قرارات الدولة. أبو غوش ما ترميش حجر في البير اللي بتشرب منه، لازم يجوا من جميع العالم يتعلموا من منطقتنا من أبو غوش والقرى المجاورة كيف عايشين عرب ويهود ومسيحية مع بعض، أزود من أخوة. في عندنا جار يهودي سكن في أبو غوش وهو ضابط في الشرطة، عمره 33 سنة، عنده ولدين ومرضى ممرضة في هداسة. في الليل حس في وجع فدعت أمبولانس، أخذوه على المستشفى، توفى في الطريق. وين فتحوا بيت الأجر؟ عند أخوي، لأنه كان جار أخوي وصحبة قوية. أخوي فتح بيت الأجر، كل أبو غوش راح يعزوا العيلة عند أخوي، وكل أصحاب الشرطة، ضباط الشرطة، أظن كمان وزراء، كلهم كانوا يعزوا عند أخوي. فتح بيت الأجر. إسرائيل طورت المنطقة كلها، طورت إسرائيل والشرق الأوسط، صناعة، تكنولوجيا، زراعة، في جميع المجالات، تعليم، مدارس. وأنا بقول لك أنا بفتخر في دولة إسرائيل، وإن أنا مع أي جنسية إسرائيلية. من أبو غوش وصلنا إلى رمات جان لكي نلتقي بأسمهان، والتي بالإضافة لكونها أم لستة أطفال تشارك وتساهم في نشاطات إنقاذ في نجمة داود الحمراء. مرحب، اسمي أسمهان، أم للستة، بدوية إسرائيلية. بدأ تعرفي مع نجمة الدهود الحمراء خلال سنة 2004. أنا مضمضة وسائقة ساعة 9، أشعر بعلاقة تربطني بدولتي، أعرف أني أعطي وأخذ مقابل عملي. عملي يشعرني بالترابط بين عرب ويهود. خلال عملي في فترة كورونا شفنا القوة التي كانت في الدولة وقوة الدولة بالحفاظ علينا دون تفريق بين عرب ويهود، كلنا مثل بعض. خلال عملي مريت مرحلة مؤثرة، لما اشتغلت في الحي اليهودي دخلت سيارة الإسعاف وشفت شخص مع لحية وقبعة دينية شكرني وحياني. أولادي هم سعادتي، ربيتهم على السلام وعلى المحبة. التغيير يبدأ بنا وبيننا. المنظمات الصحية في البلاد والعالم لازم تتعلم من نجمة الدهود الحمراء معاني إنسانية ومهنية والتعايش والإخوة. هنا تتجسد المعاني الحقيقية لهذه القيم. شكرا جزيلا لكم، ندعوكم لزيارة إسرائيل لرؤية الحقيقة بأعينكم. إلى اللقاء.